هذه أميرة 25 سنة من سويسرا، قالت لك ما لقينا والو حيت كتواصل معايا بزاف وكتصيفط لي الميساجات، ولكن ما شفتش الميساجات حيت قوة الضغوطات وبزاف ديال الناس كيصيفطوا ليا، فداك الشيء علاش يلا شفت الميساج ديالها والكومونتير ديالها وتواصلت معايا في الخاص. فقالت لي أنا بغيت شي ولد الناس اللي يكون في المغرب أولا في أوروبا. قالت لك هي مطلقة وما عندهاش الوليدات، وقالت لك أنا كنتعذب بلا الراجل وبغيت ندير داري وما لقيتش الراجل، فبغات تزوج في اقرب وقت. قالت لك انا بغيت اخويا شفيق نتزوج في اقرب وقت، ما بغيتش مازال نضيع وقتي. فقالت لك العمر ديال الراجل يكون من 30 سنه حتى ل 45 سنه، مطلق ولا ارمل بلا وليدات او لا عازب، اوكي يكون بطبيعه الحال كما قلت لكم يكون معقول، يكون طويل. قالت لي يكون طويل عليا ضروري حيت كعجبها الطول. فاللي مهتم بطبيعه الحال يتواصل معايا في الواتساب، اللي الرقم ديال الواتساب هو 00212634317002. دائما الاسم والسن والمدينه. في هذا الفيديو هذا راه كنطلع الكومونتيرات الناس اللي باغيين يتزوجوا او الدوله اللي عايشين فيها، وكنطلع الكومونتيرات حركه اكسبلور باش يبقى يوصلكم الفيديوهات الاعلانات اللي كندير الناس اللي باغيين يتزوجوا. اخوكم شفيق، غنتلاقاو في الفيديو اخر في الكومونتير اخر اللي غادي نطلع الناس اللي باغيين يتزوجوا. تهلاو فراسكم.